مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على المدونة المخترع. طبعا في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى طريقة الحصول على أنترنت مجانا على شبكة جيزي. طبعا هذه الأنترنت بدون VPN بدون بروكسي، فقط تعتمد على برنامج اسمه الأوبرا ميني. أظن أن الكثير من الجزائريين يعلم هذه الطريقة، لذلك أنا أضع هذا الدرس فقط للذين ليس لديهم علم بهذه الطريقة، وأتمنى أن يستفيدوا من هذه الحلقة. نبدأ على بركة الله. أول شيء ستجدون رابط أسفل الفيديو في الوصف، عند النقر عليه مباشرة ستظهر لكم هذه الواجهة كما تلاحظون هنا. سأريكم طريقة تحميل هذا البرنامج مباشرة. تلاحظون هنا تنتظرون 5 ثواني الموجودة في الأعلى، ثم النقر على skip ad أو تخطي الإعلانات. عند النقر على تخطي الإعلانات كما تلاحظون هنا، يعني في الأعلى الخاصة بالموقع الكلود، عفوا أيضا النقر في الأعلى على skip ad إعلانات هيل كلود، ثم النقر هنا، ثم كتابة كود الكابتشا، كتابة كود الكابتشا هكذا، ثم النقر على create a link، ثم النقر مباشرة على direct link، النقر على direct link. كما تلاحظون هنا يتم تحميل البرنامج بشكل عادي. كما ذكرت أنه البرنامج تقوم بنقله إلى الهاتف ثم تقوم بتثبيته. أنا الآن أستعمل برنامج لإظهار ما يوجد على شاشة هاتفي في الحاسوب. هذا هو إخواني البرنامج الذي قمت بتثبيته. أول شيء سنذهب إلى معرفة الرصيد 710 ثم اتصال. تلاحظون هنا 0.50 دينار جزائري أو 50 سنت، لا تكفي حتى الاتصال كي تكفي للإنترنت. نذهب مباشرة إلى إعدادة البرنامج. أول شيء إخواني عليك تفعيل الداتا موبيل أو الموبيل داتا أو دوني أو بيانات الهاتف على حسب اللغة التي تستعملها في هاتفك. عند فتح الأوبرا ميني كما تلاحظون هنا تشاهدون معنا مجموعة من الخانات الفارغة. ماذا سنحتاج من هذه الخانات؟ نحتاج فقط هذه الخانة، نضغط على ريموف بورت ثم نختار من هنا ريال هوست، نختار من هنا ريال هوست، ثم في البروكسي سيرفيس سنكتب هذا. لاحظوا معي ستجدونه أسفل الفيديو في الوصف، ستجدون هذا يعني هذا الرابط موجود أسفل الفيديو في الوصف، يمكنكم نسخه ولصقه مباشرة أو يمكنكم كتابته مباشرة فهو يظهر في الفيديو أمامكم الآن. أين هو؟ هذا هو إخواني، هذا هو. نقوم بنسخه ثم نتوجه إلى الأوبرا ميني ثم نذهب إلى هنا. إلى حد الآن هو يظهر في الفيديو، يمكنكم كتابته مباشرة، توقيف الفيديو ثم نكتبه هنا كما تشاهدون. نترك جميع الخانات فارغة ثم نضغط على ساب. إخواني لا تقلقوا، فإن عند وضع هذه الإعدادات ستبقى محفوظة ويمكنك الدخول كل مرة يعني بدون كتابة أي معلومة أو أي بورت أو أي رابط تكتبه. لذلك بعد انتهاء هذه العملية سيخزن كل شيء في البرنامج ويمكنك الاستمتاع بالإنترنت متى شئت. كما تلاحظون إخواني ظهرت هذه الواجهة، نضغط على accept، نضغط على accept. كما تشاهدون ظهرت واجهة البرنامج، يمكنكم الآن تصفح الإنترنت. مثلا نختار من هذه القائمة مثلا متصفح أو محرك البحث جوجل، نقوم بالنقر عليه. ملاحظة إخواني فإن هذا البرنامج يأخذ وقت في عند الاشتغال، يعني عند تشغيل الإنترنت فقط هو يأخذ وقت الآن، ولكن مباشرة بعد اشتغال وظهور أول صفحة لك تبدأ الإنترنت تشتغل بشكل عادي، يعني
وأخف يعني من الـ VPN وأخف من أي طريقة أخرى. يبدأ الآن بالظهور، كما تلاحظون إخواني تم ظهور يعني جوجل، متصفح جوجل. يمكنكم وضع أكثر من صفحة على هذا البرنامج، يعني زيادة الصفحات. نختار مثلا فيسبوك. كما تلاحظون الإنترنت صارت أخف نوعا ما الآن، كما تلاحظون هذا هو جوجل. يمكنكم كتابة أي شيء، مثلا المخترع. يمكنكم تصفح الانترنت وايضا مشاهدة الفيسبوك، يعني بصور في كل ما يأتي عليه. كما تلاحظون هنا تم اضافة الانترنت بشكل عادي، الانترنت مجانية هي اخواني. فقط ملاحظة اخواني، منذ اليوم وهو الفاتح من نوفمبر، يعني الفاتح من نوفمبر، الانترنت هذه تشتغل بكفاءة، تشتغل بكفاءة. أظن أن هذه الطريقة ستستمر، ولكن إن توقفت في مثلا العام المقبل، الشهر المقبل، الأسبوع المقبل، هي ربما قد تتوقف في أي وقت، هي طريقة يعني. فرجاء إخواني شاهدوا الفيديو، شاهدوا يعني التوقيت الذي تشاهدون فيه الفيديو، ويمكنكم الانتقاد متى شئتم. اسألوني في التعليق إذا ما كانت الطريقة تشتغل، وأنا سأرد إليكم. فرجاء إخواني، فهذا الفيديو سيبقى في اليوتيوب، لن يحذف من اليوتيوب، سيبقى في اليوتيوب ولن يحذف. لذلك إخواني رجاء مشاهدة التوقيت الذي ترون فيه هذا الفيديو. إذن إخواني نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك، ولا تنسى أيضا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك إلى أزيد من 1500 معجب لهذه الصفحة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.